وفي وقت سابق من اليوم نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في مشروع التوسعة التابع لأحد المراكز التجارية في منطقة الري، وأدى إلى إصابة 7 إطفائيين بالإجهاد الحراري. وقال نائب المدير العام للإدارة لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال بليهيس إن 5 فرق تمكنت من السيطرة على الحريق الذي امتد على مساحة 200 متر مربع، موضحا أن الحريق اندلع في سرداب يستخدم لتخزين المعدات الكهربائية والأخشاب في مشروع التوسعة التابع للمجمع. التقينا الساعة 8:16 عن وجود حريق في الافنيوز التوسعة الجديدة في حريق في سرداب، وتم توجيه الفرق وتم وصول أول فرقة إلى الحادث الساعة 28 ما يقارب 4 دقائق من مركز شويخ الصناعي، وتم وصول كذلك 5 مراكز، 4 مراكز مكافحة ومركز الإسناد، وبالله الحمد تم الدخول إلى سرداب ومحاصرة الحريق بالكامل، وتم الانتهاء من الحريق بكامل وعملية تفتيش كما تلاحظون الآن في وقت قياسي. طبعا عارفين الجو الحار ووجود الحريق داخل منطقة السرداب حيث تكدس الحرارة والبخار المائي لعملية المكافحة أدت إلى إصابة 5 إطفائيين بإجهاد حراري، والحمد لله الآن هم يتلقون العلاج، والآن الحريق سيطر عليه بالكامل وانتهى بالكامل بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم بس نعمل عملية التفتيش، وإن شاء الله في غضون نص ساعة القادمة يكون الحريق منتهي بالكامل بإذن الله.